فيما يتعلق بالندوه اللي كاينه الان اللي هي الهجره والبحث العلمي كتكتسي واحد الاهميه خاصه على الاقل من جوج ديال الجوانب. الجانب الاول هو انه الهجره الان على مستوى العالم كما انه على مستوى المغرب اصبحت ضروره، واعتقد على انه التقرير الاخير للبنك العالمي لم يعد يعتبر بانه الهجره هي اون اوبورتونيتي او كما كان يعتبرها سابقا على انها مشكله، الان اصبح الحديث عن الهجره انها ضروره للتنميه في العالم. اولا جوج هو انه ان الهجره في المغرب لم تكن تحظى بالبحث الضروري الى غايه بدايه التسعينات، وهذا شيء طبيعي لانه الهجره في المغرب كانت اساسا هجره يعني الاصل، ولم يعد يهتم بالهجره علميا الا في اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات، اهتم فيها الافراد، اهتمت بها الجمعيات، اهتمت بها الجامعات، الان اصبح يهتم بها مؤسسات ومرافق خاصه كهذا المركز اللي تم إحداثه على مستوى جامعة الأخوين اللي هو مركز ابن خلدون أو جمعية لامريم أو إلى غير ذلك. الاعتبار الثالث في يعني الأهمية ديال هذا اللقاء هو أنه الظاهرة ديال الهجرة تتحول، وليست فقط هي التي تتحول بل حتى وسائل التحليل وتواحل يعني تحليل الظاهرة هي كذلك تتحول، وبالتالي كان على المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي كيعتبر على أنه الفهم الضروري للظواهر والفهم العميق للظواهر هو وسيلة أساسية لتقديم توصيات وتقديم مقترحات ولفهم يعني الأبعاد التي يمكن ننتظرها، وخاصة على أنه الفهم الصحيح يؤدي حتما إلى حماية حقوق الإنسان في أي ظاهرة. وشكرا. تواجد اليوم في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحديدا بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أسباب النزول مرتبطة أساسا بندوة مشتركة ما بين يعني المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة الأخوين حول موضوع الهجرة كأفق للبحث العلمي من خلال تجربة مركز ابن خلدون لدراسات الهجرة والمواطنة. هذا المركز الذي تأسس سنة 2021 بشراكة مثمرة ما بين مجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة الأخوين هو مركز بحثي جامعي ينشغل أساسا بدراسات الهجرة. ربما السؤال الذي ينطرح آنا، لماذا الهجرة؟ الهجرة كما نقول دائما هي التي تحدد حال ومآل العالم، الهجرة هي التي تصنع المستقبل، وفي كثير من الأحيان علينا أن ننتبه بأن الهجرة هي فرصة وليست مشكل بالدرجة الأولى. أكيد تنفرز عنها الكثير من الإشكالات على مستوى الإدماج والاندماج وما إلى ذلك، ولكن اشتغالنا على الهجرة يعلمنا أنه يجب أن ننفتح على قضايا جديدة. المغرب اليوم يعرف ديناميات هجروية متعددة الأبعاد والانتماءات، ومستقبلا ستنطرح مشاكل علينا أن نستعد إليها. اليوم إذا كنا نتوفر على مهاجرين أشقاء لنا من دول جنوب الصحراء، مستقبلا كيف سيدبرون معتقدهم الديني؟ هل سيقبل المغاربة ببناء كنائس جديدة؟ علينا أن ننتبه اليوم بأن هناك ما كان في أوروبا يسمى إسلام ليكاف، اليوم نعيشه كنائس تحت أرضية توجد في أحياء هامشية بالرباط. إذا الهجرة تعلمنا، الهجرة عندما نتناولها من الجانب العلوم الاجتماعية أساسا تعلمنا أن نستعد للمستقبل وأن نستعد للتحولات المجتمعية الكبرى التي يعرفها هذا المجال. لا ينبغي أن ننسى بأن المغرب فيه الكثير من الأحواض الهجروية، منطقة الشاوية، منطقة بن عمير، مجموعة من المناطق التي منطقة الريف أيضا هي أحواض هجروية، وهذا الحوض الهجروي الهجرة كانت عامل أساسي في تغيير المجال وتغيير الإنسان. إذا مهمتنا الأساسية في هذا المركز هي المرافقة العلمية للديناميات الهجروية هنا والآن. إذا اليوم اللقاء سيتمحور على تجربة مركز ابن خلدون اللي هو واحد التجربة جديدة اللي تقريبا أسسناها هذه سنتين ونصف بشراكة ما بين مجلس الجالية وجامعة الأخوين. خلال هذا المركز سنقوم بواحد مجموعة من الدراسات تتهم الهجرة، لأن موضوع البحث في مركز ابن خلدون هو مركز للدراسات الاجتماعية، ولكن كيهم القضايا ديال الهجرة في نطاقها الاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي. لحد الساعة بالنسبة لمركز التجربة أصدرنا 21 كتاب في ظل سنتين ونصف، وقمنا بواحد ثلاثة ديال يعني المؤتمرات الدولية فيما يخص قضايا الهجرة، شاركوا منهم من دول متعددة على الصعيد المعمور،
دائما في مركز تكوين مستمر بجامعة الأخوين، وكذلك لدينا برنامج استراتيجي بالنسبة للمركز على أساس أننا نقوم بواحد مجموعة ديال الدراسات ومجموعة من الندوات ومجموعة من الإصدارات في هذه السنة خلال سنة 2023 إن شاء الله. بالنسبة للتجربة ديالكم كانت شي كراهات ولا يمكن؟ الحمد لله أن هذه التجربة لأن ما بديناهاش من فراغ، لأن كانت واحد التوطئة كبيرة لمدة واحد ثلاثة سنوات وحنا تنفكروا فيها، وبالتالي عندنا مؤسستين كبيرتين مجلس الجارية وجامعة الأخوين اللي خلوا الأرضية سواء المادية أو غير المادية باش يكون لهذا المركز واحد الانطلاقة مهمة، وبالفعل أنه النتيجة توضحت عندنا واحد 21 منتوج في ظل سنتين ونصف ليس بالهين، وكذلك بعض الدراسات، وكذلك سيكون عندنا مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك نبزدو دوني بالنسبة للمركز. اليوم الموضوع اللي جينا نتداولوا فيه في هذه الأمسية هو موضوع الهجرة، والهجرة كظاهرة هي في نظري ظاهرة قد نقرأ من خلالها، يعني سي ان بريزما ترافير لوكيل اون بو كومبروندر ميم لو موند اونتي، يعني ما يحصل اليوم في العالم برمته يمكننا نشوفه من خلال ظاهرة الهجرة. يعني أن الهجرة باللغة ديال السوسيولوجيا هي محلال، أن أناليزور اللي كيكشف أسئلة ومخاضات بحيث يمكن من خلال أن تسألوا ميم على النظام العالمي الجديد، على الديمقراطية. فإذا وضعية المهاجر هي فرصة، وضعية المهاجر هي فرصة نتساءل من خلالها على الالتيريتي الغيرية، كيف نعيش مع الآخر، كومون فيفغ انصوم، كيف نعيش معا داخل عالم اللي هو عالم أصبح الإنسان معرض فيه الكثير من الإكراهات، خصوصا وأن المستقبل أصبح غامض أمام الإنسان، وأصبح الإنسان أمام هذا الغموض يحاول أن يتحرك في المجال لكي يضمن نوعا من الأمان ونوع من الاطمئنان. في عالم حاليا نقدر نقول بأنه كيعيش واحد لا توازن، واحد لو ديزيكيليبر كبير. الهجرة دونك هي هذه المناسبة اللي كانت ناول فيها هذه القضية، يعني ماشي الهجرة ماشي موضوع يعني مخصوص بارتيكولي، حتى وإن كان بارتيكولي إلا أنه كيخبع من موراه أسئلة كبرى وربما أسئلة مصيرية ديال العالم الحديث. اليوم مع العولمة كنشهدوا بأن الحركة البضاعة أصبحت حرة، ولكن الحركة البشر مقيدة. فهاد لا كونتراديكسيون ديال العالم ينفتح في وجه البضاعة وينغلق في وجه البشر، هذا موضوع من خلال الهجرة يمكن لمسوا ما هي آفاق المشاكل التي يطرحها وما هي الحلول الممكنة لمعالجة هذا النوع من المشاكل. كذلك صعود اليمين في أوروبا أصبحت ظاهرة مخيفة ومقلقة جدا، خصوصا وأن ناس شعاراتهم كلها في برامجهم الانتخابية ركزت على المهاجرين وعلى أن فرنسا لم تعد بلد هجرة، هذا الكلام ديال معروف ديال ماري لو بين. فإذا كيف نفسر كذلك صعود اليمين والعودة المحمومة لخطاب كراهية تجاه المهاجر؟ هذا كله كيطرحنا أمام موضوع ديال النظام العالمي الجديد، يعني كيف سيتعامل الإنسان مع واقع يتوحد على مستوى الشبكات المالية والاقتصادية وكينغلق على مستوى الهويات وعلى مستوى المسألة الثقافية. دونك واقع الهجرة واقع كبير جدا، ويمكن نسوقه يمكن نعالجوه من خلال زوايا نظر مختلفة، ولكن هو يعطينا انسين واحد لوسين على العالم كيفاش غادي يكون في القرن 21.